البقاء والدوام لله. توفت آثار صاحبة قناة محمد وآثار في إيطاليا بعد الصراع مع مرض السرطان. البقاء والدوام لله، الله يرحمها ويثبتها عند السؤال. ربنا يبدلها دارا خيرا من دارها يا رب. ربنا يجعل قبرها روضة من رياض الجنة. ربنا يدخلها الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب. ربنا يعاملها بما هو أهله. ربنا يغفر لها ويتولاها برحمته. ربنا يثبتها عند السؤال. اللهم باعد بينها وبين النار كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم باعد بينها وبين النار كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقيها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلها من الخطايا بالماء والثلج والبرد. ربنا يرحمها. ده كان آخر فيديو ليها بالصورة الجميلة دي، وكانت بتقول إن هي اتلقت إسدال من على موقع أمازون واشترته. الله يرحمها، ارتاحت وربنا يغفر لها ويتجاوز عن سيئاتها ويشفي كل مريض يا رب. اللهم لا تفتنا بعدها ولا تحرمنا أجرها واغفر لنا ولها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وربنا يا رب يربط على قلب أهلها ويرزقهم الصبر والسلوان. الدنيا فانية وكلنا هنموت، وأهم حاجة يا رب يرزقنا حسن الخاتمة ويرزقنا التوبة قبل الموت وجنة بعد الموت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.